ناخد اليوم محاضرة هي مالتيبل ليبسينج. اند دي مالتيبل ليبسينج. الهدف من المحاضرة هذه انه انا باختصار بقول كومبايننج لو ريت شانلز انتو وان هاي ريت شانل. معنى اخر انه لو انا عندي شانل مثلا كوأكسل كيبل فايبر اوبتكس وات ايفر، الباندويتس عندي باندويتس محدد، هاي الباندويتس متوفر لي مثلا باندويتس واي، وعندي انا بدي ابعت داتا، الداتا الباندويتس تاعها مثلا من صفر لاكس، وداتا تاعت من صفر لاكس ومن صفر لاكس، تمام؟ او واحد بيقول لي مثل لواي ولزد، هاد صفر لاكس وصفر لواي وصفر لزد. بدي اعمل عمليه كومبايننج للداتا هذه، نجمع البند ده مثلا، هذه اكس زائد واي زائد زد، اكس زائد واي زائد زد، بحيث تكون تقريبا تساوي اقل او تساوي من مين؟ من اللي هي هذه اللي هي الباند ويست تاع اللينك تاع التشانل. فانا حطيت واي كررتها مرتين، هذا اسميها واي داش، اذا واي داش عشان احصل على ماكسيمم يوتيلايزيشن فروم ذا باند ويست، لازم تكون اكس زائد واي زائد زد بتساوي مين؟ بتساوي ايش؟ ماكسيمم يوتيلايزيشن لما تكون اكس زائد واي زائد زد بتساوي ايش؟ بتساوي واي داش. وبالتالي انا رحت اللو تشانل باند ويتس هذول جمعتهم في وان لينك اللي هي هاي تشانل تقدر تعمل، بدل ما ابعت على اللينك هذه تشانل واحده اكس بس من صفر لاكس، لا ببعت عليها ايش؟ اكثر من تشانلز، ببعت واستفيد ايش؟ والباند ويتس تاع مين؟ تاع التشانل. طيب كلام جميل. يعني الان هذه عمليه انه انا كيف اخذ داتا من هان وداتا من شخص، هي الشخص الاولاني تاع الباند ويتس تاعه هيو، والشخص الثاني والشخص الثالث. فانا عمليه ان انا اخذ داتا من هان وداتا من هان وداتا من هان واعملهم كومبايننج مع بعض وارسلهم واعمل كومبايننج، نسميها عمليه ايش؟ المالتيبلكسنج. مالتيبلكسنج عمليه انه انا اخذ الداتا هذه اللي حصلت عليها وافرقها، داتا واحد مثلا بدي ابعتها ليوزر واحد، داتا اثنين بدي ابعتها ليوزر اثنين، داتا ثلاثه ليوزر ايش؟ ثلاثه. هذا بنسميها عمليه ايش؟ دي مالتيبلكس، دي ماكس. عمليه ايش؟ دي ماكس. اذا مالتيبلكسنج ودي مالتيبلكس عمليات ايش؟ عكس، عمليات التنتين عكس بعض. خلاص الان انتم عارفين احنا هذا الهدف كله، انه انا اقدر، انه انا استطيع اقدر ابعت اكبر داتا. اذا الهدف الايم من المالتيبلكسنج ومالتيبلكسنج انه انا اقدر ابعت اكبر قدر من داتا، اكبر قدر من الداتا لا لا للريسيفرز. عشان ابعت اكثر من الداتا كان في عندي طريقه شو مالتيبلكسنج، وزي ما حكينا في طريقه اخرى اللي هو انا بحمل الداتا بدل ما ابعت بت بت في الباينري في الشيفت كيينج، باينري في الشيفت كيينج، بس استخدم كوادريتشر في الشيفت كيينج، او بستخدم مثلا 16 كوام مثلا، او بستخدم 64 كوام او 128 كوام. يعني في الباينر كنت افعت في السيمبل 1 بت بان بت، الكوادراتشر بدل ما انا بعت باعت، ما انا بعت باعت، بدل ما ابعت واحد ابعت ايش؟ اثنين. 16 ببعت ايش؟ اربعه، 2 ونص 4 ببعت ايش؟ اربعه، 64 عباره عن 2 و6 ببعت 6، 28 2 و7 ببعت ايش؟ 7. وهكذا هذه بتخليني ابعت اكثر قدر من ايش؟ الداتا. كذلك عمليه المالتي ميسك بتخليني ابعت ايش؟ اكبر قدر ايش؟ من الداتا. الان خلينا اتكلم عن عده انواع من الفريكوانسي دي، من مالتيبلكسنج ودي مالتيبلكسنج. في اهم دير ار، حقول دير ار ماني ميثودز يوزد فور مالتيبلكسنج اند دي مالتيبلكسنج، such as مثل واحد
frequency division multiplexing, such as frequency division multiplexing. Frequency division multiplexing. وفي أنا عندي إيش؟ Time division multiplexing. Time division multiplexing. Time division multiplexing. وفي أنا عندي اللي هي code division. Division code division multiplexing axis اللي هي CDMA. حنأخذ هذه أنواع وحنشوف في أنواع أخرى. حنأخذ أنواع بس أكثر الطرق معروفة في المالتيبلكسنج. هذه هي الطرق في الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج، عادة نستخدمها في الأنالوج سيجنال. في الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج الآن أنا بس بدي أوضح حاجة قبل ما أشرحها. لو أنا فرضت هذه السيجنال تاعت المفتتات الشخص تحتوي على ترددات معينة، ترددات من صفر ل W هيرتز، وهي T وهي الام اوف T. لو جيت اخذت الفريكوانسي دومين تاعها او فرضت الفريكوانسي دومين تاعها هي من صفر ل W، صفر ل ناقص W هي الفريكوانسي، ورحت حملتها على كارير اف سي. هاي الكارير اف سي حملت عليها تردد اف سي اللي هي عبارة عن ايش؟ سي اوف تي تساوي عبارة عن A كوساين أوميجا سي تي، يعني أوميجا سي بتساوي 2 باي اف سي تي، تمام؟ وهي الكارير تاعه لأنه ايش؟ هي صفر وهي الاف سي، تمام؟ وهي ناقص اف سي الفريكوانسي بتاع مين؟ بتاع الكارير، تمام؟ هذه الفريكوانسي. الآن أنا الإشارة اللي هي اس اوف تي اللي هي دبل سايد باند سبرست كارير، إشارة الام اوف الامبليتود مودوليشن، امبليتود مودوليشن بس ايش؟ فيش كارير. دبل سايد باند سبرست كارير ايش هي؟ تاعت ايش؟ الامبليتود مودوليشن. هذه امبليتود مودوليشن سيجنال بتساوي بضرب التنتين في بعض، ام اوف تي، ام اوف تي في اي كوساين اوميجا سي تي، يعني اي ام اوف تي كوساين اوميجا. الكوساين عبارة عن ايش؟ اي اوف جي 2 باي اف سي تي زائد اي اس ناقص جي 2 باي اف سي تي عمين على 2، تمام؟ هذا عبارة عن ايش؟ هذا عبارة عن اي على 2 في ام اوف تي في اي بلس جي 2 باي اف سي تي زائد ام اوف تي في اس ناقص جي 2 باي اف سي تي، تمام؟ الان لو انا بدي اخذ الفريكوانسي دومين لهذه، بدي اخذ الفريكوانسي دومين لهذه، حتكون ايش؟ اس اوف اف بتساوي اي على 2 ام اوف اف عكسها، هذا الاكسبوننشال تاعها ليش؟ عكس هنا زائد، انا بحط ايش؟ ناقص اف سي زائد ام اوف اف زائد اف سي. وانا شرحت هذا، تمام؟ هذا تمام، لانه عندك مثلا اقول ام اوف تي الفورير تاعها ايش؟ ام اوف اف. طب ام اوف اف ناقص اف سي الفورير تاعها ايش؟ ام اوف تي مضروب في 100 في اكسبوننت عباره عن شاد ناقص سيران زائد جي 2 باي اف سي تي، وهكذا، تمام؟ عشان اجي ارسم حاجه زي هذه، هي هذا عباره عن ايش؟ ام اوف اف بس ايش؟ مشفت لعند مين؟ اف سي، وهذا ام اوف اف مشفت عند ناقص ايش؟ اف سي. هذا عبارة اف بتساوي ناقص اف سي مشفتها، وهذا واحد ايش؟ عند اف سي، يعني هذا ام اوف اف، هاي ام اوف اف، هاي الفريكوانسي، هذا اف سي، وهاي الصفر، وهاي ناقص اف سي، وهاي هذا الامبليتود. الامبليتود تاعتها قد ايش؟ ايه؟ عتنين. إذا الإشارات هذه إشارة، هذه الإشارة الأولانية، هذا الأم في أف عند أف سي، وهذا أم في أف عند ناقص أف في سي، والأمبليتيود اللي هو إيه عتنين، وهذا إيش؟ إيه عتنين. فأنا بدي هذه
لو اخذت الجزء هذا، الجزء هذا الجزء عبارة عن مين؟ هذا هو، بدي اخذ الجزء هذا بنسميه upper side band، وهذا lower side band. انا بدي اخذ جزء، جزء هذا بكفيني انه يعبرنا عن اشارة اليوزر. الاشارة اللي بعتها هي هذه الاشارة، بتكفي اللي هي من صفر هذا الجزء، بكفي تعبر عن اشارة ايش؟ اليوزر. بدي اخذ هذا الجزء عند الاستلام سام، تمام، اللي هو هذا الجزء، تمام، اللي هو الابر سايد باند اللي هو من صفر ل دبليو، تمام، الفريكوانسي، وهذا الاي ام، الاي ام 2 امبليتود تاعته. هذا بدي استخدمه، هذا بدي تعبر له عن مين؟ وان يوزر. فهذه 4 باند ويدث، هذه الباند ويدث 4 وان يوزرز. لو انا اجيت هنا، اجيت بعدت قلت لك انا عندي بدي ابعث ل 3 يوزرز، بدي ابعث لمين؟ لو قلت لك انا بدي ابعث ل 3 يوزرز كالتالي مثلا، اجيت قلت لك هي اليوزر الاولاني من 0 ل 4 كيلو هرتز الباند ويدث تاعه، والثاني بتعرفين الباند ويدث لمين؟ للفويس، للشانل، للانسان، عشان يعبر عن كل ما بده اياه. التردد تاعه محصور في باند ويدث من 0 ل 4 كيلو هرتز، هو اقل شوي بس احنا بنقول له 4 كيلو هرتز. هاي اليوزر الثاني وهي اليوزر الثلاثة من 0 ل 4 كيلو هرتز. اذا هذا اليوزر الاولاني، يوزر واحد، هذا اليوزر اثنين، وهذا اليوزر ثلاثة. وجدت ارسلت عن طريق ايش؟ اللينك. اللينك اللي قلت لك الباند ويدث of the link is between بين 32 ما بين 20 كيلو هرتز ل 32 كيلو هرتز، بمعنى الباند ويدث تاعها، الباند ويدث تاع اللينك بتساوي 32 ناقص 20 12 كيلو هرتز. فممكن ارسل خلالها ثلاثة فويس تشانل، كل فويس تشانل عبارة هاد ايش؟ فويس شانل، كل فويس شانل 4 كيلو هرتز. فبعثت عن طريق اللينك اللي 9 12 كيلو هرتز تاع الباند ويدث لو بين 20 كيلو هرتز و 30 كيلو هرتز. فانا بدي ايش؟ بدي عندي الكارير حتكون 20، اول كارير 20، هاي ال 4 كيلو هرتز هذا بدي احطها على كارير 20 فيها جهان، هاي من 0 وهي 4، حطيتها على كارير ايش؟ 20 اللي استخدمها الامبليتود موديليشن. استخدمته ايش في الامبليتود موديليشن؟ فاكرين الاف سي؟ انا بعطيني ببدا من اول من 20 ل 24 كيلو هرتز، تمام. هذا حملته على كارير اللي هو 20 كيلو هرتز. بدي ابعث الشانل الثاني، ببعثها من اي؟ ببداها من وين؟ ببداها من 24، ببداها ايش؟ من 24، بحط لها اف سي من 24، يعني الشانل الثاني بستلمها من قد ايش؟ بدي احطها ايش؟ على 24، 24 كيلو هرتز. لمين؟ بحط 4 بس قد ايش؟ 28 كيلو هرتز. التشانل بعديها هتبدا من 28، بحملها من 28 كيلو هرتز لمين؟ ل 32 كيلو هرتز. فهذا هو اللينك من 20 ل 32، هي عباره عن 12 كيلو هرتز. ليش؟ الباند ويدث حملت على كل، حملت على ثلاث فويس، حملت على ثلاث فويس تشانل. فالتشانل انا حستلمها اللي هي بتكون بهذا الشكل، هاي واحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاث، هي من 20 ل 24، 24 ل 28، 20 ل 32 كيلو هرتز، تمام. هذه التشانل اللي انا بارسلها داخل اللينك، هذه ترسل is transmitted through the link بهذا الشكل. فأخذت باندوس كله، غطت الباندوس تاع مين؟ تاع اللينك، اللي هو بتساوي الباندوس بتاع مين؟ تاع ايش؟ تاع اللينك، تمام. ففي ناس بدل ما يبعث استخدمت، لو انا استخدمت مش 3 فويس تشانل مثلا، بروح بقول لك بستخدم 12 فويس تشانل، وبعتها فويس تشانل وبعتها في لينك واحدة، هيعطيني حاجة تسمى اللي هي بتسمى اللي هي بتعطينا اشي بسمى جروب. لاحظ ان 12 فويس تشانل معناها 12 في 4
بتساوي 48 كيلو هرتز بدهن الباندويتس. ممكن انا استخدم اللي انا بستخدمه 5 في 12 وتساوي 60 فويس تشانل، يعني بدهن 60 في 4 بتساوي 240 كيلو هرتز. هذا بسموها ايش؟ بسموها سوبر جروب، سوبر جروب. بعدين في ناس بعد هيك ممكن يستخدموا 60 في 10 وتساوي 600 شانلز، هذا بسموها ماستر جروب. وبعد هيك في جمب جروب وهكذا. طلع ببعث 600 شانل مرة واحدة، 600 يوزر فويس شانل، بعث لنا ايش؟ فين ذا سيم لينك اللي هو في لينك الباندويث تاعها، اللي هو لازم اقل شيء يكون عندي 600 في 4، 600 في 4 كيلو هرتز اللي عباره عن 2400 كيلو هرتز. طيب الان خلينا ناخذ الدي مالتيبلكسر. دي مالتيبلكسر، في الدي مالتيبلكسر انه انا بتجيني هاي اللينك، هاي اللينك بتجي لي هاي، بروح انا ببعثها ايش؟ على اليوزرز. بيجي بستخدم ايش؟ باند باند باس فلتر لليوزر 1 مثلا، تيجي اخذ تشانل 1 وابعثها باند باس فلتر عشان استخدم استخلص الداتا من اليوزر الثاني، ببعث له تشانل 2 وهنا الباند باس فلتر عشان تشانل 3. كل واحد له اف سي بتختلف. لا اول انا بدها 20 اف سي بتساوي قديش؟ 20 ل 24 كيلو هرتز. الثاني بده من قديش؟ من 24 ل 28. هذا ببدا من 28 قديش؟ 32 كيلو هرتز. باند ايش؟ باس فلتر عشان استخلص اللي هو هنا من الموجب وهنا ايش؟ السالب، عشان انا استخلص اللي هو الداتا اللي انا بدي الداتا اللي ارسلتها. في ممكن طريقه اخرى غير باند باس فلتر، ممكن انا استخدم وي كان تو او تو سيبريت ذا شانلز فروم ايتش اذر، عشان افصل الشانل من بعض. ممكن استخدم ايش؟ اللي هو الباند باس فلتر، او ممكن اضرب ايش؟ ملتبلاي multiply the received signal by the carrier of the specified channel. يعني لو انا بدي مثلا channel الاولانية بضربها في مين؟ اللي هي بين 20 ل 24 كيلو هرتز، بروح بضربها في الكارير اللي هو FC اللي هو بساوي 20، اللي هو مثلا بضربها في الاشارة هي كوساين 2 باي 20 كيلو هرتز T، بضربها في الكارير، في الكارير بتاع الإشارة اللي أنا بدي إياها. إشارة بعتها ب 20 كيلو هرتز، بكارير 20 كيلو هرتز، بضربها في كارير 20 كيلو هرتز. تمام، عشان أقدر إيش؟ أستخلصها. طيب الآن زي ما قلت لكم أنا بروح هو ببعته في اللينك، ببعته الإشارة هنا، ببعته الإشارة زي هيك زي ما حشرح راحت. فهنا من صفر، لا من صفر من هذا مثلا قلنا من 20 ل 24 ل 28 ل 32. فبصير ممكن عشان يجي لما يجي يفصلهم بصير تداخل الباند باس فلتر، بصير ايش؟ بقدرش يفصل على حد بالضبط، على حد 24 28 32. فبروح بحطه حال فتره اسمها جارد، جارد انترفال، انترفال بتوين ايتش تو ترانسميتد تشانل. بحط ايش؟ جارد انترفال عشان ايش؟ ابعت امنع التداخل او تو انيبل ذا باند باس فلتر تو سيبريت ذا تشانل كوركتلي. تمام، فبروح بعمل ايش؟ هاي تشانل، هاي مثلا تشانل 1، فبروح بعمل ايش؟ الجارد، الجارد انترفال. هاي تشانل 2 بعمل معها جارد، بدها تشانل تشانل 3. هذه اللي هي هذا عباره عن ايش؟ الجارد انترفال. طب لو انا قلت لك هذا 4 كيلو هرتز، واحد هذا 1 كيلو هرتز، وهذا 4 كيلو هرتز، وهذا 1 كيلو هرتز، وهذا 4 كيلو هرتز، قديش ريكوايرد باندويث بدي؟ ريكوايرد باندويث ايش بيساوي؟ 4 في 3 زائد ايش؟ زائد 2 يساوي 14 كيلو هرتز. بدي 14 كيلو هرتز باندويث لللينك، زاد قديش؟ 2 كيلو هرتز لللينك. تمام، هيك الله يعطيكم العافية، والمحاضرة الجاية حناخذ ايش؟ امثلة.